للمزيد من القراءة والمتابعة في المشهد اللبناني ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت الأستاذ سمير سكاف الكاتب والمحلل السياسي. بعد تحية سيد سمير، كما هو واضح ومعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث عن ضرورة الاجتماع للبت في أمور شديدة الأهمية تتصل بالمواطنين مباشرة، ولعله تحدث عن أهم هذه الموضوعات فيما يتصل بصحة المواطن اللبناني. ما هي أهم الموضوعات التي يمكن أن تكون مطروحة على جدول الأعمال، خصوصا أن جدول الأعمال كان به حوالي 318 بندا تم تخفيضها إلى 65 بندا، ثم يقال أيضا أنه رئيس الوزراء يقول أنه من الممكن استبعاد 40 بند منها؟ يعني أولا شكرا للاستضافة. بالواقع المشكلة ليست في البنود، المشكلة هي في التكيف مع الفراغ الرئاسي، وللأسف نحن بلبنان ما زلنا تحت التوزيع الطائفي المذهبي، يعني رئاسة الجمهورية المسيحية مغيبة لصالح رئاسة الحكومة السنية ورئاسة مجلس النواب الشيعية، يعني هذه النظرة ما تزال النظرة الطائفية في لبنان ضغيبة للأسف، ولكنها هي ما تزال تحكم الوضع الدستوري في لبنان. ما يعني غياب الميثاقية، غياب رئيس الجمهورية عن الحكم، غياب الميثاقية، وفي الدستور اللبناني عادة لا يسمح للحكومة بالاجتماع، هذه تطرح إشكالية كبيرة في لبنان، هل يحق لها تسيير؟ لكن سيد سمير بمعنى هنا وأعتذر المقاطعة، ولكن للتوضيح هذه هي الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بتتولى فيها الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، يعني لديها صلاحيات رئيس الجمهورية. إذا لم تكن مستقيلة، يعني هي مستقيلة، يعني نحن كمان حتى هذه إشكالية طبعا، ومن ناحية الدستورية قيل أنها يعني استقالة شكلية وليست تنفيذية. لا، هي استقالة تنفيذية ليست شكلية، يعني نحن أمام حكومة مستقيلة بالكامل، ومفروض أن تكون عم بتسير الأعمال بالحد الأدنى. يعني إذا كان على المستوى الشخصي أنا بقول لك لازم يتم في تسيير الأعمال، لأنه لا يمكن ترك البلد في فراغ، لكن المشكلة المطروحة بين الميثاقية الدستورية والميثاقية السياسية هي مشكلة جدية، لأن الكثير من الأطراف السياسية تعتبر أنه المجلس النيابي في حالة انعقاد فقط للبت بانتخاب رئيس الجمهورية وليس لإجراء جلسات حتى على مستوى اللجان، وهذا الأمر نفسه مطروح على مستوى الحكومي. لكن للأسف نحن في لبنان المشكلة ليست باجتماع الحكومي، المشكلة هي في أنه الشعب اللبناني يتعود على غياب رئيس الجمهورية، ويتعود على أن الحكومة التي تحكمه هي حكومة مستقيلة، وأن الحكومة المستقيلة لا تحظى بشرعية مجلس النواب، فهي لم تتقدم. طيب، لكن سيد سمير بعيدا عن هذه الإشكالية القانونية، لأنه من الأهمية بمكان هنا أن نشير إلى أن الأهم هو البت في أمور حياتية تتصل بحياة المواطن اللبناني. يعني مثلا حتى وإن سرت مع حضرتك في مسألة أن هذه الحكومة مستقيلة، إن اجتمعت هذه الحكومة وأقرت بعض القرارات بصفتها حكومة تسيير أعمال حتى تتصل بحياة المواطن اليومي، بصحة المواطن، ما الضير في ذلك؟ أنا بدي أقول لك شغلة، على المستوى الدستوري الدستور والحياة السياسية لا تقبل الفراغ، يعني هناك من سيملأ الفراغ حتى لو كان بالقوة أو بقوة الفعل اليومي وليس بالضرورة بالقوة الدستورية، يعني الفراغ طبعا ستملأه الحكومة، ولكن هل هذا العمل، ما ننسى أنه بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة عندما استقال الوزراء الشيعة اعتبرت كل القرارات التي اتخذت بعد استقالة الوزراء الشيعة أنها قرارات باطلة، هلأ حتى لم تبطل بالكامل، لكن على المستوى السياسي طرح الموضوع إشكالية، يعني نحن بلبنان الوضع دقيق لا يشبه الحكومات الأخرى، يجب الحفاظ على الميثاقية، الميثاقية موجودة في نص الدستور اللبناني، وأنا برجع أقول لك يعني نحن هذا الأمر مش راضين عنه، نحن نريد الذهاب إلى المواطنة بالكامل، إلى اللاطائفية، إلى إلغاء المذهبية والطائفية، وبالتالي فليحكم من هو الأفضل، لكن للأسف حتى هذه الساعة نحن أمام إشكاليات الطائفية والمذهبية والتوزيع المذهبي على الرئاسات الثلاثة وعلى صلاحيات الرئيس الجمهورية للحكومة غير المستقيلة، يعني نحن للأسف أمام حكومة مستقيلة، رئيس حكومة لم يشكل، لأنه هو نفسه لم يشكل الحكومة الجديدة، وبالتالي بقينا أمام
صلاحيات دستورية مبعثرة. وهذا الأمر طبعا المشكلة الأساسية يمكن المواطن العادي لن يحس فيها، لأنه المشكلة الحقيقية هي أنه الغلاء والأسعار تشتعل. و يعني هناك طرح حتى، يعني أنا يعني طرحت مقال اليوم طرحت مقال حول موضوع التعافي الاقتصادي، ونحن أمام كارثة اقتصادية كبيرة جدا، لأن أول قرارات الحكومة هي رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة إلى 15000 ليرة، يعني ممكن الأسعار ترتفع 10 أضعاف قريبا جدا في الأسواق. مفهوم. في الجانب السياسي بعيدا عن الجانب الاقتصادي وهو مهم طبيعة الحال، ما هي توقعاتك سيد سمير لهذه الجلسة التاسعة التي سيعقدها مجلس النواب؟ هل ستسير مع باقي أخواتها السابقة أم أنه ربما يحدث أي انفراج، خصوصا أن سيد نجيب ميقاتي تحدث عن أهمية وجود إرادة سياسية لدى مختلف الطوائف اللبنانية للوصول إلى رئيس جمهورية لبناني؟ أعتقد أنه انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني ما زال أمر بعيد المدى، يعني غير منظور، يعني لا نستطيع القول أنه خلال أشهر سيتم انتخاب رئيس للجمهورية، لأن الانقسام هو انقسام عمودي بين طرفين، طرف المعارضة وهو الطرف الأكثري والطرف الموالي وهو أقل لكن بفارق بسيط جدا، ما يعني أننا بحاجة بمعزل عن مشكلة النصاب في لبنان، لأن مشكلة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى هي 86 صوت من أصل 128 عضو بمجلس النواب. الإشكالية هي في الجلسة الثانية، هل ننتقل من 86 إلى 65 صوت، يعني من أكثرية الثلثين إلى الأكثرية المطلقة؟ هذا الموضوع ما يزال يطرح إشكالية كبيرة حتى الآن. شكراً. أن لبنان يسير بأكثرية الثلثين وليس هناك أي من الفريقين لا يملك القدرة لتأمين نصاب الثلثين، وبالتالي الانقسام عمودي. وصلت فكرتك، كبيرة جدا، ولن يكون هناك انتخاب رئيس في الوقت القريب. من بيروت سمير سكاف الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.